الجيران والأشقاء العرب، يجب أن نعمل سويا كحكومات ونقابات ومنظمات مدنية عربية للقضاء على الأمية التي تعد تربة خصبة للأفكار المتطرفة والمتشددة، وضرورة وضع حلول جذرية للقضاء عليها وفق جدول زمني معلن. ويجب أن ننتبه جميعا لما أعلنته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو، أن معدل الأمية في الدول العربية لا يزال مرتفعا بالمقارنة مع دول العالم النامي، حتى وصلت إلى 21% من عدد السكان، وهو معدل مرتفع عن المتوسط العالمي والذي يبلغ 13.6. وأحذر منه أن هذه الأرقام قابلة للارتفاع في ظل الأوضاع التعليمية التي تعانيها بعض الدول العربية بسبب الأزمات والنزاعات المسلحة، والتي نتج عنها عدم التحاق أكثر من 13.5 مليون طفل عربي بالتعليم النظامي بين متسربين وغير ملتحقين خلال الأعوام القليلة الماضية. السادة الحضور، يجب أن نعمل على تيسير إجراءات التعليم ومعادلة الشهادات العامة لطلابنا في جميع الدول العربية من خلال تحطيم جسور الروتين وإنهاء الإجراءات المعقدة وطلب معادلات إضافية لاعتماد تلك الشهادات. فلقد حان الوقت لكي يعبر طلابنا الحدود بشهادات تعليمية معترف بها في جميع الدول العربية. ونحن إذا قمنا بتوحيد مناهج اللغة العربية الأم ومناهج العلوم والرياضيات وغيرها، فلن تكون هناك اختلافات جوهرية تعوق اعتماداتنا وشهادات أبنائنا الذين هم مستقبل أمتنا العربية.